نذهب إلى الجليل الأعلى. معنا من هناك أحمد جرادات. أحمد، هناك أخبار تتحدث عن رصد طائرة مسيرة في الجليل الأسفل بعد إطلاقها من العراق. أي بيانات جديدة، أي معلومات متوافرة حول هذه الأخبار؟ يعني بالفعل القناة الثانية عشر الإسرائيلية أوردت هذا الخبر برصد مسيرة أطلقت من العراق في أحد الحقول الواقع في الجليد الأسفل. إذا ما صحت هذه الأنباء فهذه رابع مسيرة أو ثالث مسيرة تطلق من العراق بعد المسيرات التي توجهت وضربت في الساعات الماضية، تحديدا في ساعات الليلة الماضية، ميناء إيلات في أقصى الجنوب. حتى اللحظة لا بيان من الجيش الإسرائيلي، ولكن القناة الثانية عشر الإسرائيلية تتحدث عن رصد هذه المسيرة. أيضا بحسب المجلس الإقليمي للجليل الأعلى فإنه يتحدث عن سقوط عدد من القذائف الصاروخية قرب عمعاد على بعد 30 كيلو مترا من الحدود، ولكن في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات بحسب هذا المجلس. لم تدوي صافرات الإنذار في هذه المنطقة، وهذا ربما لأن الصواريخ كانت موجهة نحو مناطق مفتوحة. إلى الآن أيضا لم يعقب الجيش الإسرائيلي على هذه الحادثة. التعقيب الوحيد للجيش كان على ما جرى في عكا بإطلاق 45 قذيفة صاروخية من لبنان نحو عكا ومحيطها وسقوط عدد من هذه الصواريخ في مناطق مفتوحة بحسب ما أكده بيان الشرطة الإسرائيلية، وأيضا سقوط صواريخ أخرى في البحر. هذه الدفعة الصاروخية كبيرة نوعا ما التي تطلق نحو عكا بعد أن كنا نشهد في اليومين الماضيين إطلاقا مكثفا للصواريخ نحو المناطق القريبة نوعا ما إلى الحدود مثل صفد، الجولان والجليل الغربي، والدفعات الصاروخية المتجهة نحو حيفا وخليجها أو حتى نحو الجليل الأسفل ومرج بن عامر وتل أبيب كانت عبارة عن صواريخ قليلة العدد ما بين 5 وحتى 15 صاروخا، إضافة إلى صاروخ واحد أطلق بالأمس نحو تل أبيب وهو صاروخ باليستي. الجيش الإسرائيلي أعلن في الساعة الأخيرة عن موجة من الهجمات الإسرائيلية على لبنان على الجنوب والبقاع، وهذه الموجة هي الأولى التي يعلن عنها الجيش لهذا اليوم، ولكن هو نفذ عدة غارات منذ ساعات صباح هذا اليوم، إضافة إلى أنه قصف بالمدفعية أهدافا في لبنان. ويتحدث الجيش في بيانه صباح هذا اليوم عن قصف 75 هدفا الليلة الماضية بغارات إسرائيلية. هناك استمرار لهذه الغارات الإسرائيلية، تكثيف أيضا ومحاولة توسيع هذه الغارات والوصول إلى مناطق جديدة في ظل الحديث عن قصف إسرائيل أو أنباء عن قصف إسرائيل مناطق بالقرب من معابر حدودية مع سوريا. إذا ما صحت هذه الأنباء فهذا يعني ربما مقدمة لمنع أي إيراد للسلاح من سوريا، إن كان السلاح الإيراني بحسب الادعاء الإسرائيلي من إيران إلى العراق إلى سوريا ومن ثم إلى الجنوب اللبناني. وإسرائيل في الفترة الماضية حتى منذ 7 أكتوبر كثفت من هجماتها، إن كان على مقربة من الحدود العراقية السورية أو حتى على مقربة من الحدود السورية اللبنانية، وكانت هذه الهجمات بحسب ما كانت تسربه وسائل إعلام إسرائيلية مخصصة لاستهداف شحنات أسلحة أو قياديين بارزين في حزب الله والفصائل الفلسطينية التي تنشط في سوريا.